مشاهدينا في كل مكان، طابت أوقاتكم جميعا بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم، ولقاء يتجدد بكم ودقة زر. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. هنا التوقف وهنا السؤال. رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. يعوذوا بهم يعني بيستخدموهم في إيه؟ الكل أجمع على أن هذا الاستخدام هو التسخير، هو لأعمال السحر وغيرها من الأعمال التي يمكن أن يكون للجن مما كان فيها. طيب، وأيضا هناك آيات عدة لا داعي لذكرها الآن، وقد ذكرناها كثيرا عن وجود السحر. طيب، في حال وجود السحر وفي حال الإصابة بهذا السحر كيف يكون العلاج؟ الكل ذهب إلى أن هناك ما يسمى بالعلاج بالقرآن. فاليوم نفتح معكم هذا الملف، حقيقة العلاج بالقرآن. هل بالفعل هناك ما يسمى بالعلاج بالقرآن من هذه الأشياء، من العالم الخفي وعالم الجن وعالم ما وراء الطبيعة، خلينا نقول كل هذه الأشياء وغيرها، نطرحها الليلة على ضيفي وضيفكم فضيلة الشيخ إبراهيم شهاب، المعالج بالقرآن والخبير في هذا العالم الخفي. فضلت الشيخ، أهلا ومرحبا بك. أهلا وسهلا، جزاك الله عنه خيرا. أنا أرجو بس صدرك يتسع لنا اليوم، لأننا سنتحدث حول حقيقة العلاج بالقرآن. هل بالفعل أن القرآن علاج لبعض هذه الأشياء التي يمكن أن تحدث من خلال العالم الآخر؟ أبدأ حديثي أولا بالصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أولا جزاك الله خيرا على هذه المقدمة. ثانيا، أنت بدأت الحديث بكلمة السحر. لو تكلمنا عن منهج العلاج بالقرآن الكريم في تأصيله وتفصيله، في منهج العلاج ما بين العالم الخفي زي ما حضرتك ذكرت، اللي هو الجن والعفاريت والشياطين والقرين، هل فعلا بالفعل في الفئة الرابعة تقريبا او الفئة الثالثة، 2021 بنتكلم لسه عن عالم غيبي اسمه جن وعفاريت وقرين، وفعلا بيأثروا على الجسد الآدمي ولا لا؟ وهل بالفعل ان الجن موجود بينا وله تأثير على الجسد الآدمي سواء من الداخل او من الخارج؟ كل هذا مذكور في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لو تكلمنا عن السحر، مصطلح كلمة سحر هو تغيير حال من حال لحال. كلمة سحر ذكرت في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي محمد وبين أهل العلم تغيير الحال من حال لحال، من غنى إلى فقر، من صحة إلى مرض، أيا كان نوع السحر، أيا كان فعالية السحر، أيا كان سواء مأكول أو مشروب أو معلق أو مدفون، كما سنذكر إن شاء الله رب العالمين في هذا البرنامج. تمام. ولكن نحن نؤصل كلمة العلاج بالقرآن الكريم. طب هل السحر تعرض إليه بشر أمثالنا أم أنبياء؟ طب وهل لما تعرضوا السحر للأنبياء، هل بالفعل تم السحر على الأنبياء وأجاز فيهم؟ يعني سحر الأنبياء أم لم يسحروا؟ عايز تقول. تمام. طب هل لما تم سحر الأنبياء، سيدنا موسى كريم الله، سيدنا سليمان كان شغل الجن، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان لسليمان جنود من الجن، وحشرنا لسليمان جنوده من الجن والإنس. طيب هل السحر بقى في هذه الأيام وإحنا عندنا شاب القرآن، عندنا حرم تلفزيون، عندنا المدينة شغالة في أحداث النبي 24 ساعة، عندنا قرآن بقى أكتر ناس التزمت شوية بالأمور الدينية في أذكار الصباح والمساء والقرآن والتسابيح، هل بالفعل السحر ممكن يتمكن مننا واحنا بنعبد الله عز وجل؟ هي دي أسئلة حقيقة ذكرتها ليا في أول البرنامج أو قبل ما نبدأ البرنامج، وهو أنا سميته تأصيل وتفصيل. تأصيل، هل فعلا له أصل في كتاب الله وسنة النبي محمد؟ وكل ما نسمعه عن عالم الجن والعفاريت والقرين، هل فعلا موجود بينا؟ الله عز وجل في سورة البقرة قال في آية 101 و102، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. طيب الكلمة هنا وجدت في هذه الآية لما فيها من مكانة وما فيها من دلالة، أن الله عز وجل أثبت
إثباتا قويا في سورة البقرة قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: أخذها بركة وتركها حسرة فلا يستترها البطرة. يعني ربنا عز وجل اتكلم في سورة قوية جدا شديدة جدا اسمها سورة البقرة، تكلم فيها عن السحر وقال فيها: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. إذن أدي أول دليل من كتاب الله عز وجل بأن السحر قائم من ولادة سيدنا آدم إلى أن تقوم، ومن قبل سيدنا آدم كمان. وطبعا كملت الآية: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. طيب أنا كنت أخدها بس أشرح الشق ده الأول. تمام. الشق الأولاني أن السحر والجن والعفاريت والماري من الجن والشياطين من الجن ثابتين في كتاب الله وسنة النبي محمد قبل ظهور سيدنا آدم. ده كلام كويس، يعني فضلت شيخ، يعني حد دلوقتي لا جدال ولا خلاف ولا يستطيع أحد أن ينكر ما حضرتك ذكرته. تمام. بشكل كلي أو حتى هذا جزئي من قسم التأصيل، ولكن العلاج بالقرآن. تمام. من أين نستقي هذه الكلمة؟ من أين؟ من أين نستقي هذه الكلمة؟ من كلمة واحدة: الداء والدواء. الداء والدواء. تمام. الله عز وجل قال في سورة الإسراء: ونلذ من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. تمام. هو ليه ربنا ما قالش ونلذ من القرآن ما هو دواء مش شفاء؟ ليه؟ إيه الفرق بين الشفاء والدواء؟ الشفاء أطم كلمة وحسم في الكلمة. هذا القرآن شفاء لا جدال فيه. أما الدواء إما ينتفع به الإنسان وإما لا ينتفع. ممكن يشفي أو لا يشفي، صح ولا ينتفع؟ عايز تقولي ينتفع به الإنسان، ممكن أن يكون الدواء شافي وغير شافي. أما الله عز وجل قال عن كتابه: وننذن القرآن ما هو شفاء، خلاص اللي هو اليقين بالشفاء، لا جدال ولا تأصيل ولا تفصيل في هذه الكلمة، خلاص شفاء يعني شفاء. أيوة. ولكن لإيه بقى؟ خد بقى ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: تداووا يا عباد الله. أمر النبي محمد بإيه؟ بالتداوي. من إيه؟ من كل داء. من أي مرض. صح؟ صح ولا هنا تداوي وليس تشافوا أو ولا قرأوا أو شفاء ولا استحموا ولا سبحوا ولا استغفروا. صح؟ التداووا يا عباد الله، ما خلق الله لكم من داء إلا وله دواء، علمه من علم وجهله من جهل. لو افترضنا أن نربط ما بين هذه الآية وهذا الحديث، أنا برد على بعض من الناس يقول لك إيه؟ لا إحنا عارفين إنه كلها شفاء، خلاص الموضوع خلص. طب أنا لو عندي سكر، هاخد كوباية مية أقرأ عليها قرآن أنفس فيها من القرآن، أنا خاصت بسنة النبي محمد بأن القرآن شفاء، فقرأت فيها بنيتي شفاء، ولكن النبي قال لك وأنت بتعمل الكلام ده تروح لمين؟ لطبيب. ليه؟ للتداوي. طب ما أنا خدت من القرآن على مية وشربته. ايه الفرق بقى؟ طب انا خدت مية بالقرآن وشربتها، مع كده ماشي دكتور؟ لا لازم. لا. طبعا حسن النبي صلى الله عليه وسلم بأن الطب، أمر واجب علينا أن نتداوى به مع القرآن. مع القرآن. يعني مثلا على افتراض، وسامحني في هذه الكلمة، اخواتنا الأقباط، ما بيكلوش قرآن، صح ولا؟ بس بيروحوا الدكتور وبيشفوا وبيخف. اخذ بالاسباب. طب يعني ما القرآن هو الشفاء بس؟ لا، في تداوي. في تداوي. يعني عاوز تقول لي القرآن انزله الله شفاء ودواء، صح ولا؟ ولكن حسن النبي صلى الله عليه وسلم ان ناخذ بالدواء مع استخدام القرآن، والقرآن هو الاصل. انت كده عايز تقول لي ان انا كده لسه بشرح لك تفصيل. جميل جدا. مع ان القرآن شفاء، ولكن لابد ان يكون هناك دواء. ايوه. دنيوي. ايوه تمام كده، صح. ده انا كده فهمت صح. حسن النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الامر، ان نتداوى بامور الطب، بامور القران، بامور سنه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى نحصل على الشفاء من القران وشفاء في الدنيا. ده بنحسم التاصيل. طب تعال بقى للتفصيل، وهذه كلمه يحتاج منك سعه صدر. طيب انا كلي اذان صاغيه. التفصيل. هل السحر يؤثر على الجسد الآدمي تأثير ثابت في جسده؟ أنا عاوز أقول كلمة، أنا دايما حواري معاك
على هذه المنضدة بنتكلم عن القرين. لا سيما أنني لا أنكر الجن. أنا لا أنكر الجن بالفعل. الجن ثابت وموجود وبيننا وفي الصحراء وفي الصحراء وفي كل مكان بيننا، ولكن أنا عندي فكر ويتفق عليه أهل السنة والجماعة. تمام. يتفق عليه أهل السنة والجماعة. تمام. الجن ثابت. ويدخل الجسد أو لا يدخل الجسد، هذا خلاف. خليني أقول لك، دخول الجن أو عدم دخول الجن ده في خلاف. تمام. أنا من مؤيد يخش أو لا يدخل، ده في خلاف. وفي تفاصيل فيه كتير جدا. واختلف فيه أهل العلم. ولكن أنا مع الرأي الثابت المتميز بأن السحر مادة خارج الجسد وليس لها علاقة داخل الجسد إلا عن طريق القرين. وهنا لازم أتوقف معاك وأخذ فاصل قصير ونعود للقرين. تمام. وعلاقة القرين اللي حضرتك بتذكره. تمام. وهل القرآن يستطيع أن يعالج القرين؟ تمام. أو لا؟ كل ده بعد الفاصل مشاهدينا. فاصل قصير ونعود إليكم، انتظرونا مشاهدينا وابقوا معنا. من جديد اهلا بكم مشاهدينا، عودنا اليكم ولازلنا معكم ودقة زار وحقيقة العلاج بالقرآن، معي ومعكم من جديد. ورحب به فضيلة الشيخ ابراهيم شهاب المعالج بالقرآن، اهلا ومرحبا بك مرة اخرى. اهلا وسهلا بك. توقفنا قبل الفاصل حول التفصيل. التفصيل. تمام. وحضرتك ذكرت القرين. تمام. وانت ممن يتحدثون كثيرا عن القرين، بل اني يمكن ان يقول او اقول على الهواء ان الشيخ ابراهيم متخصص في القرين، وألفت كتب ومؤلفات في القرين، ودائما تتحدث في كتاب نازل جديد إن شاء الله رب العالمين عن خفايا القرين. ده جديد. ده جديد. ما شاء الله، خفايا القرين. خفايا القرين. طيب نعود، والسؤال هو ما علاقة القرين بما يتم من أسحار؟ طيب تسع صدرك. يتسع صدري، تفضل. القرين اختلف فيه أهل العلم. أنا النهاردة هجيب لك رأي أهل العلم حتميا، ورأي المشايخ اللي بيعالجوا، ورأي إبراهيم شهاب في هذا المجال. هو ده التفصيل عندي. فضل. وفي الحلقات القادمة إن شاء الله رب العالمين، اللي هي من يوم الحد الجاي إن شاء الله رب العالمين، هنأصل كل سحر باسمه ونوعه وكيف استخدامه وكيف العلاج. قدر الله بالخير وعشت يعني. طب تمام. طيب همسك الأول. أنا ليه بربط القرين في كل حديث أنا بقوله؟ ليه بربط القرين دايما في حلقاتي؟ أتكلم عن سحر التفريق أخش القرين، اتكلم عن السحر السفلي اخش القرين، اتكلم عن السحر النجوم والكواكب اخش على القرين، اتكلم عن سحر المدفون اخش القرين. هذه كلمه يعني انا سئلت بها كتير جدا. انت ليه يا شيخ ابراهيم ماسك في القرين مع اننا نعلم جيدا ان القرين لا ياتي الا بوسواس فحسب وبسوء؟ قلت كلام جميل، اتفق معك على هذه الكلمه. القرين ياتي بوسواس. طب. بس مش فحسب. يعني مش فحسب. كلمتي المشهورة اللي بقولها مع سعادتك دايما، ليس العلاج بالقرآن الكريم قرآن يتلى فحسب. عرضتني قلتلي يا شيخ إبراهيم يعني لا يصح قولا أنك تقول أن العلاج بالقرآن الكريم مش قرآن يقرأ على المريض ومع السلامة يا ابني أنت خفيت، أخذ بعض الأشياء دي ومع السلامة يا ابني أنت كده زي الفل. قلتلك لأن العلاج بالقرآن الكريم تأصيل بأن نسمع المريض استماع كامل. كتير جدا من المرضى، وظهر في الآونة الأخيرة قوي، إن كتير جدا تعرضوا لأعراض وسواس. الوسواس ده بيجي من حاجتين، إما بمروح كتر من رواح المشايخ، وكل شيخ ليه قاعدة ولفهمه ولقراءة معينة وليه تشخيص معين، أدى إن المريض خرج من عند الشيخ قعد شهر اتنين خد دواء، الدواء ما جابش معاه اي نتيجة خالص. كلام جميل كده. عشان هو قال له انت عندك سحر سفلي، عشان هو قال له انت عندك سحر ترابي، عشان هو قال لك عندك سحر، وما عندوش اثبات على هذه الكلمة. من هنا تاه المريض، فذهب الى مريض اخر، الى المعالج اخر، الى شيخ اخر. المعالج ادى تشخيص غير تشخيص الاولان، له كثير الشكر على وقته وعلمه اللي قاله بيه. بس هنا في مسمى. هو انت سمعت وخدت الخطوط الرفيعة او من كل كلمة هو بيقولها المريض؟ ما بين السطور عايز تقول؟ دكتور مخ واعصاب على سبيل المثال، ويعني انا احترم الطب باكمله واحترم الطب النفسي جدا جدا جدا. انا ساعات كتير جدا ببعت حالات للطبيب النفسي اقول لهم والله انتم عندكم حاجة. يا شيخ
والله يا جماعة ما عندكم حاجة بالفعل، ارجعوا إلى طبيب نفسي، هو أولى بكم مني. ليه أولى بكم مني؟ لأن هو لما يديه دواء كيميائي مخصص للحالة بتاعته شهر اتنين تلاتة هيحس بتحسن تدريجي. إذن فهم معنى العلاج بالقرآن صح. ما يشوف شيخ على الشاشة بيتكلم وهو عنده مرض نفسي ويكتشف بعد كده أن عنده مرض نفسي، يقول ده الشيخ ضل بيا، ده كل مشايخ ربنا يغفر لنا أقولهم، هو ده اللي بيحصل بالفعل. فإحنا لما نقصل ونفصل أن إحنا نمسك مريض، تعال مالك بتشتكي من إيه؟ لا أنا عايز أسمع الموضوع من أوله مش من آخره. طب ليه من أوله؟ عايز أعرف البداية جت إزاي؟ وبدأ إمتى؟ تخيل في لفظ أو لازم يتقال قوي مع أي مريض، بدأ إمتى؟ هتفرق إيه معايا؟ هقول لك هتفرق بإيه؟ لما تجي لك حالة والحالة ديت عايشة طول عمرها زي الفل، ما عندهاش أي أعراض مرض ولا تعب ولا خلافات زوجية ولا أي حاجة، ومن الله عليها بمولود جديد. هذا المولود بعد الولادة بأسبوع اتنين تلاتة حصل عندها نوع من أنواع الاكتئاب، الخوف، التردد، عدم النوم في استراحة، عدم أي شيء يخص بحلمها وكوابسها، وانت ما سمعتش كلام ده من المريضة مباشرة، وعندها ظن كامل ان اتعمل لها حاجة علشان كده تعبانة، وتقوم تلاقي مكتوب اسمها على الإزاز، اسم ابنها أو اسم عيالها على الإزاز على سبيل المثال، وانت ما عندكش دراية بعلم النفس او بقراءة في علم النفس، وفهمت معاني هذه الكلمة من هذه السيدة كلام جميل كده، تقول لها انت معمول لك سحر وكان قديم قوي وظهر بعد الولادة. يا اخي اتق الله، بس كان هي ما عندهاش اصلا اعراض لسحر قبل كده ولا صداع قبل كده، جاي تقول لها عندها سحر؟ امال مين الـ يعني بتشوف حاجات مكتوبة ازاي يعني؟ هي تخيلات مش تخيلات، ده هي بتكتبها بالفعل. في مرض في الآونة الأخيرة ظهر اسمه اكتئاب ما بعد الولادة. اكتئاب ما بعد الولادة، لو المرأة ما خدتش بالها انها جالها اعراض اكتئاب ما بعد الولادة، مش عايزة ترضع المولود، مش سامع، مش عايزة تطيق صوته، مش عايزة تشوف شكله، نفسها تعبانة دايما، عايزة تنام دايما. اهل الطب النفسي قالوا ايه؟ ده نوع مرض ظهر في الآونة الأخيرة اسمه اكتئاب ما بعد الولادة. لو ترك هذا الامر بدون دواء بيجيب وسواس قهري. يعني ايه وسواس قهري؟ يعني خلاف على الشيء وانا عارفه ان انا بعمله بس اتناساه، لا انا مش مصدق نفسي اللي عملته. مش في حاله اغماء من الوعي، لا ما فيش حد بيغيب عن الوعي خلي في علمك الا حالات المرض الصعب او التشنجات والحاله المرضيه البحته، كانت بؤره صراعيه في المخ، كل ده حاله صراعيه بيغيب الانسان الوعي. ولكن ترجع تقول لي ان هي عندها اكتئاب ما بعد الولاده ادى الى وسواس تفعل الشيء وتنكر ما فعلت به، اقول لك يعني انت عايز تقول ان في عندي من هو متوهم، ايوه، ومن هو يعني بالفعل عنده اصابه، صح؟ طيب خليني ارجع لحضرتك، ولكن اخد عفاف وارجع لحضرتك نكمل مع بعض تاني. عفاف اتفضلي. الو. ايوه عفاف اتفضلي، اهلا بيك. السلام عليكم. وعليكم السلام. ممكن اكلم الشيخ؟ مع حضرتك فندم. الشيخ ابراهيم اتفضلي. ازاي حضرتك؟ ازاي؟ يغفر الله ولك، تحت امر. الله يخليك، ربنا يبارك في حضرتك، انا بحب اشكرك قوي بصراحه. جزاك الله خير يا فندم. يعني حضرتك بصراحه بتعالج وبتعرف تفرق بين المرض النفسي وبين اللي هو التعب الروحاني، مظبوط يعني. جزاك الله خير يا فندم. جزاك الله اياكم يعني، وبشكر حضرتك فعلا لان حضرتك ليك برضك تعامل جميل في التعامل مع المرضى، لما حد بيجي بيدخل لازم يبقى معاه محرم، فربنا يجزيك خير يعني. انت افضل مني، جزاك الله عنا خيرا، يغفر الله لي ولكم يا رب. واحب اعقب بس على نقطه صغيره. اتفضلي يا فندم. ان فعلا حقيقي ان في اكتئاب ما بعد الولاده، وده حصل مع واحده قريبتنا فعلا. نعم. ان هي كانت بتشوف ابنها كانه فار. نعم. وكانت بترميه وبترفض ان هي ترضعه تماما. تمام صح. ولفينا بيها على شيوخ الدنيا كلهم. تمام. وشيوخ يعني افاضل وكده. نعم. كلهم ارجحوا نفس القول اللي حضرتك بتقوله بالفعل. الحمد لله رب العالمين. الولاد. الحمد لله. يا رب يشفي كل مريض يا رب. على الفصل ما بين التعب النفسي وما بين التعب الروحاني. بشكرك استاذ عفاف، شكرا لحضرتك، ولو في سؤال تحت امرك. طيب شكرا. احنا بنقصد دلوقتي، هل فعلا علاج بالقران موجود؟ السحر موجود بالفعل، موجود العين موجوده بالفعل. المس موجود بالفعل، موجود المس الشيطاني بالفعل، موجود موجود.
الله عز وجل قال في سورة البقرة: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ليس المقصود المس في هذه الآية هو الدخول خلف علمك أبدا والله. المس المذكور هنا كما قال القرطبي، المس المذكور هنا هو مس خارجي يؤثر على الداخل. يبقى محور كلامي في هذا الأمر في هذه الحلقة أن العلاج بالقرآن الكريم والجن والعفاريت والمارد وكل يتعلق بالعالم الآخر ثابت وموجود بالفعل، ولكن القرين له دور من الدرجة الأولى، دور جميل، دور شائع، دور يحتاج إلى كل معالج أن يعالج الناس بفهم القرآن بعلم القرآن. يا شيخ طيب ما انت هو القرآن ذكر كلمة قرين؟ ذكر كلمة قرين، ده ذكره أكثر مما في أذكر من موضع سورة الأعراف في سورة الصفات وفي سورة قاف. طيب لو أن القرين ليس له دور غير الوسواس، هل الله عز وجل يذكره في سورة الأعراف إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم؟ هل لو أن القرين له ليس له دور إلا الوسواس، هل يذكره الله عز وجل في سورة الصفات قال قائل منهم إني كان لي قرين؟ هل لو أن القرين ليس له دور إلا الوسواس فحسب، هل يذكره الله عز وجل في سورة قاف قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد؟ كل هذه آيات اجتمعت على أن القرين له دور آخر في الجسد الآدمي مع وجود أي نوع من أنواع السحر. سؤالي بعد منى المتصلة الكريمة، طيب احنا بنشوف ناس بيتكلموا لغات وهم معهمش ولا لغة، تمام، ايه علاقة القرين هنا بقى بهذه اللغة وبهذا الكلام وبهذا الحديث؟ ولكن اخد منى الأول وارجع لحضرتك. حاضر منى اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله يا فندم، اتفضلي اهلا بيك. ممكن اتكلم يا شيخ لو سمحت؟ مع حضرتك يا فندم شيخ ابراهيم. اتفضلي. ازيك يا شيخ ابراهيم؟ يغفر الله لي ولك. لو سمحت يا شيخ ابراهيم انا هقول لك على حاجه يعني خارج يعني عن الحلقه خالص. ولا يهمك. انا مشكلتي ان احنا عندنا في البيت الفلوس كلها بتتسرق. تمام كل حاجه بتتسرق، حتى يعني احنا حطيناهم الفلوس دو صندوق وخافين المفتاح برضك بصينا الجنيه اللي الفلوس بتتسرق. تمام والله لو جنيه بتسرق 100 جنيه بتتسرق واحنا مش عارفين المشكله فين. تمام. واحنا تعبانين والله نفسيا. طيب هو السؤال ده سؤال جميل جدا وله علاقه بالجن وعمار المكان، بس سامحيني تابعين على البرنامج ان شاء الله في الحلقات القادمه هنتكلم عن وجود الجن في البيوت، هل من قدرات الجن ان يخفي اشياء في المنزل ويشتت اهل المنزل ويحصل شك بينهما لبعض؟ تابعينا بس وانا هرد على السؤال ده بصفه خاصه وحلقه كامله عن قدرات الجن ان شاء الله رب العالمين. زين فكرني بعد اذنك. السؤال ده بيطرح حلقه لوحده. ما لسه قلت لك انا مش عارف ارد عليك دلوقتي. ما هي قدرات الجن؟ انا هتكلم عن قدرات الجن بالفعل وانواع الجن. جن الغول والجن اللي يمشي بين الناس في الصحراء والجن الذي يفعل الناس في احلام وكوابيس والجاسوم من انواع الجن ام لا؟ انا هرد على ده تاصيلا وتفصيلا باذن الله رب العالمين. تمام. بس خليني اترك السؤال ده الحلقة قادمه. خلاص انا بحيل حضرتك يا منى وكل المتصلين لسلسله حلقات قادمه في دقه زار، هيكون موعدنا باذن الله تعالى ثابت الاحد 8 مساء ان شاء الله. ان شاء الله هنبدا سلسله حلقات دقه زار في الموسم الرابع، وبنوعدكم انها ستكون حلقات قويه اكثر مما كانت عليه ان شاء الله. ناخد معانا حليمه، عشان بس انا اسف لكثره الاتصالات فضيله الشيخ. حليمه اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. انا بصراحه مش عايزه سؤال ولا حاجه. فضلت. انا عايزه اقول حاجه كده ضميري عايزه اقولها واخلص ضميري بصراحه. فضلت. انا كنت فاكراكم في الاول بتضحكوا علينا وبتقولوا كلام وخلاص بصراحه. تمام. وبعدين انا رحت العنوان شبرا ده اللي انت قلت لي عليه. ورحت هناك الله اكبر والله تعالى
وجميل، ولا المقابلة ولا الرؤى، أنا حسيت إن هو يعني بيعاملوني كأن أنا زيهم، يعني كأن أنا مش قليلة. وفضلوا يسمعوني ويقولوا لي طب أنت مشكلتك إيه، وحكيت لهم، قعدت أقول وأقول وعالجوني، والله أنا فرحانة والله، وبقول كلمة اتحاسب عليها. يا فندم فعلا الله، فعلا انتوا ناس فعلا، ربنا يبارك لكم، ربنا يخليكم، ربنا يبارك لكم كده، وتفضلوا على طول جنبنا. جزاك الله خير يا فندم، هذه شهادة. شكرا لحضرتك، شكرا لحضرتك استاذة حليمة. واضح ان النهارده ان الناس كتير عايزة تشكرك. انت ايه يعني، احنا بقالنا كتير نسينا البرنامج، انا وانا واحد مقصر في البرنامج. انت كنت مشغول علينا الفترة فاتت جدا. لا والله انا مقصر، بس انا عرفت السبب اهو. انا مقصر، سامحناك. لا انا مقصر بالفعل، احنا كده سامحناك. بس اوعدك واوعد المشاهد، واسال الله ان اكون باب نفع للناس ان شاء الله، واكون صادقا فيما اتكلم واشرح بالتفصيل. كل الحلقات اللي جايه ان شاء الله رب العالمين لا خلاف فيها ان شاء الله رب العالمين، في مواعيدي معاك علشان نرحم الناس من حاجتين. نبقى هوا بقى، مش هيبقى فيه حلقات معاده. لا لا هوا، عشان معانا سلسله حلقات يا دوب نلحق نخلصها في رمضان. هنفصل وهنفصل وهنجيب مفاجآت للجمهور. تمام. عن العالم الاخر. الشيخ ابراهيم شهاب لما بيتكلم عن شيء اسمه القرين، ليه بيربطه؟ هو ده انت مهتم بيه جدا. جدا. هنربطه لتلات اسباب، والحمد لله احمد الله عز وجل. يعني وده انا شفتها وانا عايش. ان الاعلام المصري بتاعنا بدا يذكر القرين في مسلسلات وافلام عديده. هو ده في اعمال دراميه كتير، منهم عمل حاليا مسلسل بيتعرض، والفيل الازرق. انا عاوز اقول لك وقبلها الانس والجن. كان الانس والجن. انا لما اتفرجت على الفيلم الفيل الازرق تقريبا، صح؟ بالظبط. الجزء الثاني، والله الذي لا اله الا هو، صعقت مما يعرض الاعلام المصري عن هذا القرين. براعه كاتب، براعه مؤلف. تخيل لما بيتكلم عن القرين كانه عايش بالفعل بالتفاصيل. عايش، عايش مؤلف، عاش قصه وترجمها على الهواء مع الممثلين. كلمة قرين ثابتة. هو أنا بعترض إن المشايخ بيتكلموا عن الجن والعفاريت، والجن بيخش جوه بيأثر على البطن والبنكرياس والمعدة والقولون، أنا معترض معاه. هم أفضل مني ونحسبهم على خير، وهم ناس أفاضل جدا ونتعلم منهم والله العظيم. ولكن معلش، المشاهد أو المريض مش حابب إن يخش في كلمة جن خارجي وجن داخلي وجن ترابي، مش حابب يخش في القصة دي. خليني أزيل هذا الخلاف في كلمة واحدة بس. حاضر. في كلمة واحدة. اتفضل. سواء جن سواء قرين. أيوة. الاثنين جن. بس. الاثنين. انت قلت ايه؟ هو ده اختلافي مع المعالجين. يراكم هو وايه؟ وقبيله. وقبيله، إذا هو من قبيلة الجن. إذا هو جن في النهاية. ما هو القرين ده فئة من فئة الشياطين. تمام. هو فئة من فئة الجن. هو ابن آدم. حتى يعني خلينا نزيل هذا الخلاف. هو الخلاف فين؟ لا خلاف والله. بس انا عايز اقول لهم ما القرين جن يا جماعه، بس انا بحب اصل وافصل، بحب ابسط الامور على المريض. وانا معايا اتصال، ما ينفعش ماخدوش. عارف ليه؟ ده هاني. استاذ هاني اتفضل. هاني اتفضل، اهلا بيك. صراحه انا بشكر فعلا الشيخ ابراهيم شهاب، شخصيه محترمه جدا. جزاك الله خير. انا عندي مشكله مع زوجتي، وصراحه راجل فعلا يعرف ربنا جدا، وراجل بيتعامل بما يرضي الله، مش كلامه بس. فعلا الشيخ ابراهيم شهاب يعني فعلا يعني حاجة كويسة جدا، وروح جميلة ودين وأخلاق. راجل بفعلا طايش مع الواحد، يعني مشاكل في الإنجاب أو حاجات زي كده بيقول لك ارجع للطبيب، ارجع للدكتور، يقول فحوصاته والمشاكل الطبية إيه. بصراحة راجل بيعرف ربنا جدا جدا. وانت جداً. انت مواصي المتصلين النهاردة والله. انا عاوز اقول لك انا على قد ما انا فرحان بالاتصالات ديت، على قد ما انا يعني بشكر الله عز وجل. بصراحه يا شيخ ابراهيم انت فعلا يعني مش عارفين نوفيك حقك بصراحه. يا اخي والله من الاخلاق والسمت الطيب، المقابله الكويسه، التعامل الكويس، التعامل بما يرضي الله، دي شيء فعلا مش في حد كتير. احنا لو احنا المشايخ كتير وعندنا كم قابلنا ناس كتير، للاسف للاسف يعني فعلا ما شفناش منهم. اللي شفناه عند حضرتك. يغفر الله، يغفر الله لي ولك. بشكرك يا استاذ هاني، شكرا جزيلا لاتصالك. طيب خليني النهارده كل المتصلين في صفك، يعني انا عايز حد أنا عايز حد يجي في صف انا. طيب حد يهاجمني. يعني عايز امسكك كده النهارده. حد يهاجمني. يعني ده انا النهارده جاي المفروض ان انا عايز يعني تفرح فيا، اشتبك معاك وتفرح فيا. عايز افرح فيك النهارده. طيب نرجع تاني بقى، نرجع لقصه القرين. احنا بس خلينا نتفق حتى نزيل هذا اللبس، يعني تمام، سواء قرين سواء جن. الاثنين من قبيله واحده، صح؟ مظبوط. كنت الجن. تمام. فلا خلاف. بس انا خلافي في ايه بقى؟ هو ده الخلاف اللي عندي، ان ما تجيش تقول لي ان السحر المدفون
اللي ظهر في الآونة الأخيرة في المقابر كلام جميل كده، السحر أهو، السحر أهو طلعه. طب ماشي طلعت السحر، هل ظهور السحر أو خروج السحر أو إفشاء السحر هو علاج للمريض؟ أو خليني أسألك سؤال بشكل تاني، هل ضرورة للعلاج الإتيان بالسحر؟ مستحيل خالص. هتقولي طب ما النبي محمد صلى الله عليه وسلم حينما سحر طلع النبي صلى الله عليه وسلم السحر بتاعه من بئر زروان. حصل حصل بالفعل، بس ارجع للموضوع بس كده خطوة ورا شوية. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا علي كرم الله وجهه أن يأتي بسحر النبي محمد من بئر زروان، بس مين اللي أشار للنبي محمد اللي عمل لك لبيد اليهود بن الأعصم واللي عمل لك في المكان الفلاني؟ مين؟ سيدنا جبريل. قبل مين؟ الله عز وجل، يا جبريل أنزل على رأس محمد ومعك ميكائيل وأخبره أن هذا الجسد هو جسد النبي محمد، أنه مضبوب، وسحر النبي محمد في بئر زروان. طيب هل إبراهيم شهاب لما يقول السحر بتاعك مدفون تحت الشجرة الفلانية، هل إبراهيم شهاب نزل عليه سيدنا جبريل في المنام بالليل وقال له هيجي لك واحد الصبح يقول له كذا؟ لم يحدث. هنا بقى لازم أتوقف مع حضرتك. تفضل. وهناك من يدعون العلاج. أيوة. يذهبون في بعض الأماكن. أيوة. وبعض الناس بيقول له أنا هطلع لك العمل بتاعك وهطلع لك السحر بتاعك، ويمشي يمين ويمشي شمال ومع حاجات كده بتدله إزازة مية مش عارف تروح يمين وتروح شمال، افتح هنا طلع السحر، أدي السحر. كل هذا إيه نصب، نصب وحيل على الناس أو حيل على العقول الطيبة البسيطة الرقيقة. هتقول لي أنا جبت إزازة مية الزهالي، مع احترامي قدرك الزهالي امشي معايا لو سمحت، السحر بتاعك أنا أجيبه لك، أنا في هنا المية دي هتوجهني يمين شوية، السحر بتاعك أهو افحت هتلاقي عمل. كل هذا ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. والإزازة دي بتتهز إزاي؟ من الجن اللي من الخدمة اللي معاه. ما بعض من الذين ينسبون الى انفسهم العجب بالقران يقول لك انا معايا جن مسلم. خلف علمك في حلقات اتكلم فيها هل يجوز استخدام الجن المسلم في العلاج بالقران الكريم؟ يقول لك لا يجوز. انا هجيب لحضرتك وللساده المشاهدين فيديو في الحلقه القادمه او في يعني في حين ما نتحدث عن عن الساحر ومواصفات الساحر. تمام. عن واحد بيعترف ازاي بقى ساحر. تمام. انا هقول لك حاجه ثانيه احسن. انا لسه قايل لك دلوقتي، هل يصح لي أو هل يجوز لي أن سيدنا جبريل ينزل عند رأسي يخبرني أن الذهان الديباني مع سحر والسحر بتاعه مدفون في المكان الفلاني؟ إزاي؟ إزاي؟ طيب يا أخي ده في آية وفي قصة جميلة في القرآن الكريم أشار بها الله عز وجل عشان يعلمنا أن العلاج بالقرآن فهم، فهم، تشخيص، دواء، أن الجن لا يعلم الغيب. هم الجن اللي اعترفوا بكده صح بعد وفاة سيدنا سليمان. ده لا لو كنا نعلم الغيب ما مكثنا في العذاب المهين. هو قالها للجن علشان سيدنا سليمان ميت قدامه وهو مش حاسس متخيل. ان الجن ان سيدنا سليمان واقف متكئ على عصايته ويشغل الجن ويبني سراج ويبني عمارات ويقول لك لو كنا نعلم الغيب ما مكثنا في العذاب المهين. يعني إذن الجن لا يعلم الغيب. يعني لما واحد أقرأ عليها القرآن وتتكلم بصوت إنجليزي أو بصوت عربي مفصيح ويقول لي سلفتي اللي عمرت لي السحر، هل أصدق هذا المعنى؟ مين بقى اللي بيتكلم؟ القرين برضو؟ ليه القرين؟ ليه 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 أنا قلت القرين؟ احنا لازم نعمل سلسلة حلقات عن أسرار القرين. كلام جميل، توافقني في ده؟ طبعا بالفعل. جاهز حضرتك لده؟ جاهز. أنا بص الموسم طيب. إن أطلع في عمر في الموسم ده أنا هقول لنفسي كمعالج بالقرآن وللمعالجين تعالوا نتعلم يعني إيه علاج بالقرآن. تعالوا مش عيب، ما حدش كبير عن التعليم. كلام جميل، بس افهموا إن القرين ليس يأتي بوسواس فحسب. القرين يفرق بين الزوج والزوجة. هنتكلم ده في تفصيل. استنى ما أنا هجيبها لك أهو. القرين يمنع رزق. بين رزق بيد الله عز وجل. صح ولا لا؟ يرسل الله عز وجل كل صباح رزقه لابن ادم. صح ولا لا؟ القرين يمنع انجاب. القرين ياتي بمرض. القرين ياتي بعدم زواج. بس لا يتحرك القرين في جسد ابن ادم الا من شيء خارجي الا وهو ماده السحر. ماده السحر يعني السحر بذاته. هتقولي طب ما السحر معاه جن. صح؟ بس انت كمعالج شفت الجن هو جوه؟
انا كتير بصعق وبسمع كلام من المرضى يقول لك الشيخ لما قرأ علي قرآن انا اتكلمت، ولما اتكلمت رطأ علي الجن اللي معايا وقال لي ده الذهان الديباني هو اللي عامل لك السحر وعامله لك من 5 سنين. سألت اهل المريض مين كان بيكلم؟ هو الشخص نفسه. بسأل المريض كنت غايب عن الوعي؟ بيقول لي ابدا، كنت سامع وكنت شايف وكنت حاسس، بس في قوة غير قوتي الطبيعية بتخليني أتلفظ بكلمات أنا مش عارف أمسك نفسي. لم يتبقى لنا إلا دقائق معدودة، ولكن لابد أن أسألك وأطرح عليك بعض الأسئلة السريعة. تمام. الشيخ إبراهيم شهاب، هل توافق على من يقول ومن يعلن طلسم ظهور القرين؟ مستحيل. لا توافق أبدا. تنصح بذلك؟ أبدا. طب لماذا لا تنصح بذلك؟ أقول لك ليه. في عجالة، واحد، الناس تعتقد اعتقاد كامل في الأونة الأخيرة أن القرين ممكن يجيب حياة وفاة. لا، القرين لا يأتي بوفاة ولا خناقة الحد ولا يخليني أشل حد ولا يخليني أن أنا أقرب نفسي من فوق. لا القرين له قدرات محدودة. طب أستدعي قرينك؟ آه، أستطيع أن أنا أستدعي قرينك؟ آه. طب هو أنا ممكن لما أستدعي قرينك، وكلمة أستدعي دي أنا أقول ألف آه. يعني ألف يعني بيحصل بالفعل. طيب أنا استدعيت قرينك، هو أنا مش ممكن أذيك مكان الساحر؟ بالفعل. في ناس كتير جدا مرضى بمس من القرين، بمس من القرين ولا يوجد بها سحر. احنا النهاردة بنفجر لحضراتكم بعض القنابل اللي ممكن نبتدي نتفرغ ليها من الحلقات القادمة. تمام. وعلشان أطفي القنابل دي هاخد سماح. حاضر. سماح اتفضلي. سماح احنا معاكي. انا كنت عايزة بس اقول للشيخ ابراهيم انا كنت متابعة معاه وانا في القاهرة. تمام. وانا ربنا كرمني واتجوزت وفي الصعيد. هو مش ناوي بقى يجي لنا الصعيد؟ انا نسيت، كنت هلوي. انا ان شاء الله رب العالمين خلفين مكان انا بقى يعني انا كنت بصراحة مبسوطة وانا في القاهرة، يعني اطلق وانزل له تاني القاهرة. لا خليك الله خليك. بس ده انا جوزناكي. طيب انا ان شاء الله رب العالمين باذن الله رب العالمين يوم الحد الجاي دوت، انا يوم الحد الجاي ده هدي الميعاد اللي هنزل فيه في الصعيد في سوهاج تحديدا، هدي العنوان وهقول اللي هنزل يوم ايه بالظبط. يوم الحد الجاي هنبه، هنزل اما الخميس اللي وراه في الحلقه او الجاي. الخميس اللي بعد في الحلقه الجايه ان شاء الله رب العالمين. اولا مبروك الست سماح، وان شاء الله هيكون في موعد قريبا فضلت شيخ هيعلن عليه. يسامحنا اهل الصعيد، انا مقصرت كتير جدا الفتره الاخيره ديت، بس تقصيري اما في كتب اللي بكتبها عن القرين وتقصيري بوجودي نفسي في المركز. انا بحب اكون موجود بنفسي. ليه بنفسي؟ عشان الناس عاوزه تعرف تشخيص صح. في غيرك ممكن يقعد يقول اللي عايزني يجيني. لا 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 مستحيل. انا لا اسمي هذا علاج. لا انا مش بقول لك اعمل كده، انا بقول لك في حد ممكن. انا بحب اقعد بنفسي، اسمع عند رب مريض بنفسي، اقرا عليه قران بنفسي، اشخص صح، اما ادي دواء واما فلا. مش شرط كل ما ارجع اخد علاج، مش شرط. خلف علم، حتى لو كان مسحور، حتى لو كان مسحور، ليس كل المسحورين ياخذون علاج. خذ طيب. هذه الكلمة مني. ليس كل المسحورين بأي نوع من أنواع السحر لازم لهم علاج. لا أبدا. ممكن أستكفي معاه بالرقية الشرعية الصحيحة الثابتة عن كتاب الله وسنة النبي محمد، وأقول له على آيات معينة يقرأها يبطل مادة السحر قبل أن يأخذ علاج. في بقى حاجة نختم بيها. أنا هختم بيها. فضل. ودي بحذر منها المشاهدين بصفة خاصة. فضل. الرقية الشرعية المتداولة على القناة اليوتيوب، على قناة اليوتيوب وعلى التواصل الاجتماعي، رقية خلق الجن، رقية خلق العين، رقية حق مش عارف، ابعدوا عن هذا الكلام. هذا الكلام غير صحيح. برأ منه المشايخ. يعني الشيخ السديسي انا سمعته في الحرم بنفسي قال يا جماعة كل ما تداول على السوشيال ميديا وعلى اليوتيوب ان انا بقول رقية العين ورقية السحر ورقية المس ورقية حق الجن، كل هذا ليس من امري، ولكن هذا اخترعوه اهل قناة اليوتيوب عشان يعملوا مشاهدات ليهم. ليس هذه رقية مخصصة. القرآن باكمله شفاء، الف لام ميم شفاء ورقية، بس خرجت من القلب الانسان المعالج تصل الى القلب المريض الذي يريد شفاء من كتاب الله وسنة النبي محمد. إذن تكلم معي على حال القلوات جاي إن شاء الله العالمين، والحلقات ده إتزار عن القرين وماذا يفعل بأي نوع من أنواع السحر. أنا هربطه بكل أنواع السحر. ده أنا عندي مباراة وبدعو بقى لكل اللاعبين فيها
ايوه النهارده احنا فجرنا هذه القنبله. انا اقدر استدعي قرين الشيخ ابراهيم شهاب واقدر اذي الشيخ ابراهيم شهاب عن طريق قرينه. بالفعل دي قنبله لوحدها. لا دي مش قنبله ودي حلقه لوحدها تمت بالفعل. وهشرحها ساعتك الحلقه الجايه كيف تمت وما مدى خطوره هذه الكلمه. الى المباراه استدعاء القرين. الى المباراه القادمه فضيله الشيخ ابراهيم ان شاء الله. استدعاء القرين بين يعني بين الضلاله وبين البدعه وبين الحق وبين الباطل. ازاي يعني ننكر هذا الفعل ونبعد الناس عنه لانه في النهايه هو خطر. اوعى حد يفكر ان الموضوع سهل وهو ابدا يعني من باب العلم بالشيء. نحذر من هذا الامر ابدا. بشكر فضيله الشيخ ابراهيم شهاب شكرا جزيلا. والى الحلقه القادمه الاحد القادم في الثامنه مساء باذن الله تعالى ان شاء الله على قناه صح وجمال. الى هذا الحين يغفر الله لي ولك. شكرا لحضرتك مره ثانيه. ايضا الشكر موصول لكم مشاهدينا على حسن المتابعه. يتجدد بكم اللقاء والاحد القادم وكل احد في الثامنه مساء الثامنه مساء عفوا من دقة زار لمثل هذا الموعد. تقبلوا تحياتي. القرين بدأ يشتغل. تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل. هذا هاني الدباني يحييكم. إلى اللقاء.